تماشياً مع رؤية مملكة البحرين بتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الإلكترونية وتفعيلاً لاستراتيجية الأمانة العامة لمجلس الشورى للأعوام 2024 إلى 2026 التي بارك إطلاقها معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بشأن التوسع في استخدام التكنولوجيا بما يواكب التطور المتسارع ويعزز التكامل الرقمي الداعم للعمل المؤسسي. شكلت الأمانة العامة فريق عمل من مختلف الإدارات لمتابعة ودراسة تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس وصولاً إلى موقع إلكتروني جديد ومبتكر يدمج بين وفرة المعلومات التشريعية وسهولة الوصول إليها ضمن أطر تقنية حديثة وآمنة تواكب بل وتتفوق على العديد من المواقع الإلكترونية لبرلمانات ومجالس تشريعية كانت محط دراسة فريق العمل. وهنا كانت الانطلاقة نحو تحقيق الأفضل وليكون الموقع الإلكتروني الجديد منصة إلكترونية موحدة تضم العديد من الأنظمة الجديدة والمتطورة في العمل التشريعي بما يتناسب مع احتياجات المتصفحين، حيث حرص فريق العمل على أن تكون هذه الخدمات وفق الأسس المعتمدة عالمياً بمملكة البحرين وكذلك في المنظمات البرلمانية العالمية كالاتحاد البرلماني الدولي. كان التحدي ضمن اجتماعات فريق العمل هو كم المعلومات الكبير والنوعي الذي يميز العملية التشريعية وما يتصل بها من مهام تقع في صميم اختصاصات مجلس الشورى. فالفكرة بنيت على أن يكون المتصفح على اطلاع شامل منذ لحظة دخوله على الصفحة الرئيسية للموقع على سير العملية التشريعية في مملكة البحرين ومحطاتها المهمة، وبالتالي تشكل الصفحة الرئيسية في حد ذاتها ملخصاً للموقع ككل عبر تغذيتها بمحتوى متنوع وجاذب من حيث التصاميم الرقمية والفيديوهات المرئية والروابط التفاعلية. تم توزيع البيانات بطرق ميسرة تمكن المتصفح من البحث والاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة بكل سهولة وباللغتين العربية والإنجليزية، فهي متطلبات أساسية للمواقع الإلكترونية البرلمانية. يضم الموقع الإلكتروني خاصية بحث متطورة تشمل الخطب الملكية السامية التي يتفضل بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في بداية كل دور انعقاد، بالإضافة إلى جلسات المجلس وما تحوي من جداول أعمال ومضابط وكذلك المراجع التشريعية. وفي إطار الحرص على تعزيز الوعي بالعمل التشريعي ودور واختصاصات مجلس الشورى، تم تخصيص صفحات في الموقع تعنى بالثقافة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية والمكتبة البرلمانية الرقمية، إلى جانب توفير جولة افتراضية بتقنية الـ Virtual Reality يتمكن من خلالها المتصفحين من زيارة المجلس وهم جالسين وراء الشاشات. هدفنا هو إطلاق موقع مبتكر ليس فقط من ناحية الجمالية ولكن من ناحية البرمجيات المستخدمة أيضاً، وحرصنا على أن تكون من التقنيات المتطورة وذات الريادة على نطاق المجالس التشريعية في العالم العربي، حيث تبنى الموقع فكرة استخدام تقنية قواعد البيانات الموحدة اللي تضمن تغذية الموقع بالمعلومات الصحيحة بشكل مباشر من خلال استخدام الأنظمة الداخلية للمجلس واستضافة البنية التحتية للموقع على السحابة الرقمية. حرصنا على أن تكون تصميمات الموقع متجاوبة وانسيابية على جميع الأجهزة الذكية، ومن خلال التحديثات المستمرة يضمن الموقع تقديم محتوى دقيق ومحدث يلبي احتياجات الجمهور والمهتمين بالشأن البرلماني والتشريعي في مملكة البحرين. جميع صفحات الموقع نشأت من واقع التزام الأمانة العامة للمجلس بمتابعة أفضل الممارسات الدولية وليعكس الجهود المبذولة لتحقيق التميز التكنولوجي في العمل التشريعي. بتدشين موقع مجلس الشورى المطور تكتمل خطوة جديدة للأمانة العامة على طريق تنفيذ المبادرات التكنولوجية، ليكون الموقع بذلك شاهداً على تسارع الخطى نحو مواكبة التحول الرقمي والتواصل الإلكتروني وجعله
أكثر فاعلية.